بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، عسلمتكم، مرحبا بيكم. شنية أحوالكم؟ وينكم لباس؟ إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة وفي نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. نهار جديد، روتين جديد، فيها السخانة نهير. ثلاثة أيام هذوما جونا سخان سخان البنات، ورغم هكاك قمت وزعمت على أني باش نعمل تنظيف كبير للبلاص، وعملت هكا تنظيفات العادة والعويد، منجمتش هكا نقعد مكتفة يديا. وطيبت تشهيوة ياسمين اللي هي الفريكاسي، نودكم ونشهيكم وإن شاء الله الناس كلها قسمها في الجنة. جربوا الطريقة يا صديقاتي، راهي جد بنينة وخفيفة، العجينة طرية تعمل 66 كيف. خليكم على الفيديو وإن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. وتوا البنات تحت طلب ياسمين باش نحضروا فريكاسي. مش حضروا فريكاسي تحت طلب ياسمين. اليوم ياسمين اشتهت الفريكاسي فقالت لي فاتن حضرين الفريكاسي. حطوا الفارينة، هيا صبي فارينة ياسمين. هنا تستعملوا رطل فارينة، صبي لي نقول لك انا حبسي، انا نعرف كيلتي. هاي سملي بسم الله كتبتي بسم. لا قولي بسم الله. بسم الله. هاي صبي. هاي يزي ياسمين يزي. هنا صبينا الفارينة، توا ياسمين باش تحطي الملح والسكر كيما حطيتيه في البيتزا. باي السكر المفروض تعملي الملح الاول وتحركيه وبعدين تحطي السكر، اما ميسالش حطي كيك. مغرفة؟ لا لا لا، قبل ما تحطي الملح حركي العجينة. هنا تحرك العجينة، العجينة تحرك الفارينة. المفروض نحطوا الملح بلاصة السكر، لو تحطوا ملح مغرفة وتحركوا الفارينة مع الملح وبعدين تحطي سكر. ياسمين تو انتي زيدي الملح خاطر حطيتي بالعكس شوية، يزي ملح باري وحركي. يعني مغرفة ماكلة مثلا ملح على الرطل، عليها مغرفة ماكلة غير ربع سكر على الرطل. وهنا ياسمين بعد ما حركتي الزيت، هنا الزيت تعملوا قدر 3-4 مغارف، نص كيس صغير الكيسان متاع التاي، انتم تنجموا تعملوا 3-4 مغارف. اي صبي ياسمين تاع ماكلة، صبي الزيت. وصبي الخميرة. خميرة هني نصب باكو خميرة فورية. هاي ياسمين هوني شاطرة في باكو الخميرة فورية، صي تعودت بيته وعرطل. ها بسم الله. وصبت هنا الباكو وتبدي تحركي توا ياسمين. تحركي بيديك، كان يديك نظاف. باي بيديك. هاي بيديك. لا هيك بثبتي بثبتي، مش هيك هيك حرك، زيدي حرك. هنا عندي الكيس هذايا، حركي ياسمين نحيك الكعابر اللي في الفارين. وهنا عندي عظمة باش نحلها في الكيس هذايا باش نزيدها للخليط. في ما ياسمين حلتك الكعابر الكل نتاع الزيت. صيب شو تعاون دلال توا تودي، ما هي تعمل الوصفات. ايه هكاك ياسمين تساعدي انتي تعملي الوصفات لماما. ايه راح عليها دلال، عندها بنية اسمها ياسمين تعاون فيه. هديك الصحة. وهنا ياسمين تحل باش نزيدها، تحل فك الكعب باش نزيدها العظم. اي حركيك العظمة ياسمين، اي حركيها معاها. شفت كيفاش نعلم في ياسمين؟ تقعد تحرك هكا كان انت تجنس المكونات كلها مع بعضها. بعد ما حركت هنا ياسمين بالقدا بالقدا باش نبدو نزيدو في الماء والحليب. هنا عملت قدر كاس حليب صغير وخلطته بالماء،
ونبدا نصب في الماء بشوي هكا، والحليب خلطته مع بعضهم، الماء دافي مش برشا، هكا دوب الليش دوب ما تدب فوق. وراهي العجينه هذيا يا البنات هتنصب لك ونزيدك كان فما نقص ماء. العجينه نتاع الفريكاسي تجي طريه، ما تجيش كيما عجينه الخبز، لازمها تبدا طريه. تري بيان، مش بيديك الزوز، بيد واحد، تخدميش بيديك الزوز لانك ايدك تمسخيها ثانيه اللي انت تستحقي لها، وحاجه اخرى هي تتلم هكاك لانها طريه، تبدي تلمي فيها هكاك، لم وخلطي اعجنيها هك 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 تبصوها هك 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 هزي كيك هكاك تري بيان ياسمين هكاك. طون بعد نزيد انا نعمل لها ضرب كما عملت للبيض ما قلنا لهمش ديما كيك، انا نخليها هي تاخذ على الاقل فكره على المكونات شنو اللي يجي، ومن بعد نكمل انا الباقي. اما هي راهي تجي طريه وتتلم من بعد، تشوف كيفاش تلمها من بعد كيكه تتعمل، تبقى تلموا فيها الكيكه وهي طريه كما قاعدين تشوف. فما ناس تعملها بسميد الارطب، فما برشا طرق، انا اليوم عملتها بالفارينة الحق، اما هي تجيب برشا طرق، تنجم حتى ما تعملهاش للعظم لا حتى شيء، تجي شويه زيت وماء وملح وسكر وخميره، نجمو برشا. ها شفتي كيفاش تو تولي العجينه ملموم، ريتي تولي كذا هكاكه تعمليله، تدي كيك بصوابعك ياسمين مش بيدك. باهي البنات هنا صاي هذه العجينه نتاعنا كيما قاعدين تشوفوا فيها، توا باش نغطيها، راهي شوفوا طريه على الاخر هاي، باش نغطيها ونخليها تخمر ساعه نرجع لها من بعد. هاي بسم الله، هذه خليها على شيره. وهنا البنات عندي بطاطا، فما شكون يعملها مكعبات هكا، يقصها مربعات هكا صغيره ويطبخها، انا لا، انا نحطها كعب كامله ونطيبها في الماء، ومن بعد تشوفوا الطريقه. وباش نعمل زاده نحط كعبات عظم، هذه الحشوه نتاع الفريكاسي، باش نحط كعبات عظم يغلو يطيبوا، ولا استسم هم لقيتش الكلمه. هاي باش نحل عليهم الغاز، وفيما فيما خمرت لي العجينه هذيك وتشوفوا بقيه المراحل. ها ياسمين كيفاش عاوديها البنات، باش نحكي لكم نكته حكيتها لي تو ياسمين، مانيش قاعده نصور، قاعدين نلمو في الدبش. واش قلتي لي ياسمين؟ قلت لك 10000 نتاع على الشام صرفها هي فلوسها عطتها لامها، حلت بدات تشبك الفلوس، قلت لي فاتت ال 10000 نتاع الشابي نتاع برقيبه المره الاولى، قالت لي كيفاش مازالت حلت حاليا ولا لا هو والله يا رحمه. وال 10000 وبعدين واش قلتي لي نتاع شكون؟ ابو القاسم. لا قبل ابو القاسم الشابي غلطتي على الشابي شو غسيل واي، مازالت تخدم بنات خاتي، على جال جت هي ملي جت عطتها امها الفلوس لهنا صاي، معناتها الفلوس ماتت عندي لا كان على الحساب هذايا مشينا هي لمحلها يميت الفلوس. هاي البنات توا صاي هذه البطاطا نتاعي هنا طابت لي، حطيت فيها السكينه لقيتها طابت هاويني، العظام زاد كيف كيف. توا اش باش نعمل هنا؟ شنو باش نعمل؟ باش نجبد العجينه نتاع الفريكاسي، خليتها الوقت الكافي خمرت ما شاء الله. شوفوا كيفاش طلعت تبارك الله، يجي شوفي ياسمين شوفوا قداش طلعت، كيفاش كانت وقداش طلعت، واو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. باهي توا كيفاش باش نعمل انا؟ باش نلم نجيب الفارين الفريكاسي يلزمها الفارين. نهز بيديا بالفارينة هكا باش ما تشدليش كيما تشوفوا هك، ونخرج منها الهواء هذاك اللي فيه. ديما ياسمين كي تطيبي حاجة خرجي منها الهواء، كي تخمري حاجة بسم الله. هنا نحط هاي تتلصق راهي سي نورمال، مازلت باش نزيد ندعكها هاي هكا، هي لازمها تكون طرية راه، وإن كانت طرية وإن كانت خير. ها نبدا هكا تفرجي ياسمين، هاي هاني نتفرج
تحبي ياسمين انتي الفريكاسي؟ احب حبي على روحي ديما ونجري فاش نشري فريكاسي. ايه نشري لها ديما الفريكاسي، حتى هنا شريت لها الفريكاسي. خرجنا مع بعضنا شريت لها الفريكاسي. الفريكاسي بسم الله. هنا باش نحلها كيكات نجم تحل بالقلقل، اما انا مسهلت لي سهله ماهي تتحل بالطريقه دي. هاي حلها ورق خاطر باش نزيد نخمرها. معقول هاي باش نجيبوا حاجه ياسمين. ايه يجي نسالك سؤال. ايه انت كيفاش تحبيه؟ هنا حبيها كبيره ولا صغيره؟ الحاخ هيك نحبها هيك اسمها متوسطه معناتها نعمل بهذه به. بسم الله توا نبدا نقسم فيها هكا 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 ونجيب حاجه باش نحط فيها من بعد كيما قاعدين تشوفوا تعملوها مره الاولى شكل دائري. اي حاجه عندكم دوروا بها جت ناقصه شويه ماكم يبداو نخدمها. وهنا نحو الزايد هذايا باش نعاودو نلموه نعمل منو كعبات اخرين. ما نلوحوش البنات كلها عجينة كلها عجينة ما نلوحوش. هنا تو باش نشدو الكليبات هذوما اللي عملناه كيما بالفارينة كهنا البنات باش نوريهم كيفاش نعمل. حلها هكا ياسمينة قالتك نحبها متوسط. هاهي ونحط الكعب. كعبة فريكاسي ولا مش كعبة فريكاسي؟ كعبة فريكاسي. هاي شوف شيوات ياسمين كلهم باش نعملوهم هوني متوسطة مش صغيرة ومش كبيرة كبيرة. شوفوا بندق شا عامل طلعته فوق. وهنا البنات هذه الفريكاسي تو باش نغطيها ونخليها تزيد تخمر ساعه اخرى. خليها هنا في الكوجينه. ديجا الكوجينه هاي سخونه تخمر. اي الكوجينه ديجا سخونه في ساعه ما تخمر فيها ونكملوا الباقي. تو البنات باش نعمل البطاطا تو باش نرفس البطاطا بعد ما بديت. ادخل ادخل. سالو هاني جري 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 جري. ايه توا البنات ديجا صايي العجينه نتاعي حضرت ما خليتهاش ما شفتش حتى الوقت ما طليت عليها لقيتها ما شاء الله طلعت تبارك الله. هاي الفريكاسي هذه باش نخليها باش نعمل الاولى اللي عملتها الاول اللي حليتها الاول. خليني نحطها هنا عندي الهريسه اللي باش نحط لها شويه ماء. هذه الهريسه باش نعمل فيها الماء. ونحرك نحطها في حاجه هذيا الزيت اللي حطيته يسخن والبطاطا نتاعي معموله. ياسمين قالت لي بطاطا نحبها العظم نحبها متفتفه ما نحبهاش ترونشيت زعما باش نعملهم ترونشيت قالت لي نحبها متفتفه. هاي الهريسه نزيدها شويه ماء شفتي والله فقد بيته وربي قدر الخير. قال لي عبد الحميد ما تفرجتش انا في الفيسبوك قال لي بوغرنين والاخر هاي برج السدرية لطف ربي قال الاخرى الله اكبر قال الرسول اكثر من الله اكبر في الحرارة ام قالوا صيي معناتها
قد وقفوه. شفت الحماية المدنية مساكن راقدين في القاعة. يا بنتي يا ريت الحرائق بفعلي فعل. قالت لل هاي هاي عملوا لك جد 50 ولا قديش يعملوا فيها يا بنتي بالعاني حسبهم ربي. هنا البنات شوفوا الفريكاسي كيفاش طلعت. او شو نعمل لها انا كي تعمل كيكه نحلها بالسكين. وهنا كيما قلت لكم كيما قاعدين تشوفوا جبت هكا سكينه منشار وحليت بها هكا الفريكاسي باش كي تطلع مازال تاع خطر في الزيت باش تطلع اكثر. وحاجه نعطيها لكم اعملوا في كسرونه باش هكا الزيت يبدا كيما نقولوا نحن غطس فيها. ولو انه توا فما مشكله وازمه نتاع زيت والطرف اللي عندي عملت والله منه ومنه معناتها خلطت من لقطانيه ومن زيت معناتها المهم نباتي. فعملت الكسرونه دي حطيت فيها وحاولت معناتها نعملهم خفيف ورقه يعني ما خليتش السمك نتاعهم خشين. كي طلعوا طلعوا بالخميره يعني كي تخمروا فما خذوش حتى وقت في القليان في ساعة ما طابوا لانهم ما همش معجنين من داخل ما همش ما فيهمش برشا عجينه. هنا حطيتهم هكا قليتهم لونهم يطلع يشرح يشرح لونهم يهب الاخص وحدكم احكم البنات الحصيل ياسمين تاكل وتعاود تاكل وتعاود كل شويه تجي تقولي فات وهي تحب تكملهم. جوني ما شاء الله رطل وطيحني يمكن اكثر من 20 كعبة طيح بالقدا بالقدا. وتوا الفريكاسي البنات وصل الكعبة بدينار راهو معناتها اللي غلوه بصفة غير عادية كل شيء غلاه وش مازال. المهم هنا صي حطيتهم تقلو بعدين باش تشوف كاسي حضرت حشوة. قولك ياسمين اول حاجة مازال الكميات الاخرى قاعدة طيبة ماذا باش نبدا نحل ونعمل في الحشو وخفيفة خفيفة خفيفة. ها وحدكم شوفي ياسمين يا ما شاء الله ما شاء الله كم تشوفوها يا بنات تهبط تريا 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 ما عندكم حتى فكره. ها باش نعمل حشوه خلينا نقلب الاخرين تو باش نبدا نحط فيها البش نتاعها سخان 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 نقول لكم فوق. ها هي ما تجيكم شكل معجنه ولا حاجه غير انا يزمين يزرب عندي برشا حاجات باش نعملها. شويه الكابوره هذيك الكابوره هذيك قعدت اتو بعدين ها تحبي تحطيه ها كابوره قعدت من الصينيه. حاولي كيش تردها في الكاسه صغيره. اها هنا رديناها في الكاسه صغير هاوني في الزيت. اي ديما اقلبي ياسمين ردي بالك. وهنا شديت الكاسه نتاعي باش نبدا نبلي فيها بالهريسه. وهنا البنات الحشوه سهله وبسيطه. هريسه حليتها في الماء عملت بطاطا عملت عظم عملت تون عملت زيتون كل واحد شنو يحب تنجم حتى تزيدها شويه هكا معدنوس ثم ناس تحط لها مايونيز وطبيعي جدا كل واحد يختار الطعم اللي يحب عليه وصحه وبالشفاء ليكم. قلت لكم شوفوا هنا الهشاشه نتاع الكعبه شوفوا قديش طريه. على فكره البنات راهو فما ناس تعملها في الفور فما ناس ما تحبهاش مزيته تنجم تحطها في الفور وطيبه. الحقيقه انا ما عملتهاش ونحبها تبدا هكا مقليه وما تشدليش الزيت. ها شوفوا شفتوهاش مبقعه ولا حاجه. المهم الزيت ما تخلوش بارده خاطر كي تخلوه بارد تشرب الكعبه ديما دفوه هكا مش وزيد يتحرق يتحرق يولي فيه طعم مش باهي وتطيب لكم من برا ومن داخل تقعد ني. هنا حطيت هكا دي ترونش عظم وحطيت وهذه البنات الفريكاسي ياسمين اش قولك شكون طيبه بنت شكون طيبه طيبه بنت صحه وبالشفاء يسعدك. شوي ما تكفيش ولو هي في العود بتاع الثلج.
داري البريد ما زالت منورة بوجود العائلة، فأنا طلعت نجمل في قضيتي ياسمين. خلطت السيترونات ذكا عملوا عليها البنات وخلطت لهم السيترونات، حطت فيها السكر والسكر فاني، وحطت هيك السيترونات في ساشي وعملتها في الكونجيلاتر، وبعدين خذتها على أساس كما تعرفوا المهم وصيف وكل مشيخة راحة بالفازيت بالوصفات. المهم هنا البنات كل يوم هي قلت لها ياسمين ودي انتي دبري علي الدبار، علاش خاطر انا نحير في الدبار. هنا بقيت نظف مساحات وحيت الغبرة ونظفت الدروج العادة، هذيك هي حق ما نصبش الماء ما فيهاش الماء، خاطر قداش من إيتاج باش نبقى سايب الماء، ودو بلوس الماء يضر يضر بعدين يقعد والدنيا مسكرة مهما شاحت يولي يهلك الحيوط. المهم هنا زادة نمسح هكا الفايونس، ديجا كل شيء مجفل كل شيء نظيف. حبيت نقول حاجة، كما شفتوا في العنوان فما أخت راهو قلتوا لي فات ما عادش تحكي على معناتها المساجات السلبية، ولكن فما كلام مثلا كيما جاية من وراء البلايك ولا جبرية ولا والله يضم مصطلحات مانيش عارفة الفوكابيلار هذايا منين طلع وشنو يقصدوا بيه. يا اخي هو علاش قلتهولي؟ على خاطر انا نلبس سروال تحت الجبه. يا اخي هو الستره في وقتنا توا عيب؟ اخي واحده كي تبدا مستوره ولا الا يعني ما نعرفش، انا واحد يضحك يقلق، واحد يبدا مستور يقلق. يشرفني يا لله، هذا نحب نرد عليه ونقول اي واحده يجيها مساج من نوع هذايا التنمر ولا شي يسموه، نقول لك يا اختي ما تحطي شيء في بالك، وطنك اللي انت مرتاحه مع روحك، وطنك اللي انت تحسي في روحك محترمه روحك ومحترمه الناس، ما يهمكش كلام العباد. ومهما قلتوا راهو الواحد مش بيش يوقف مش بيش يحبس. وعمرها لللبسة كانت مقياس للشخص ولا ثقافته ولا تربيته. صحيح الحمد لله كي نبدأ انا نشوف كل واحد راهو عنده حريته الشخصية، نحترم الناس الكل، حريتي توقف كي تبدأ حرية غيري، ويحترم يحترم. ربي يهدينا على بعضنا، هذا اللي نجم نقوله. وما فماش معناتها راهي المظاهر خداعة، راني نقول لكم المظاهر خداعة في السيدة في الفوم تاع البشر. وتو بقالي كان باش نقول لكم في امان الله الناس الكل.